الخير من القاهرة والناس ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. ميركل من القاهرة إلى تونس. نصف مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي. شقق بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج. وتأجيل عمومية الصحفيين. وإليكم تفاصيل النشرة. بعد زيارة ناجحة غادرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مطار القاهرة الدولي، حيث وصلت تونس ظهر اليوم لإجراء محادثات ثنائية مع الرئيس التونسي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد قمة مشتركة مع المستشارة الألمانية تناولت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشدد الزعيمان على ضرورة تكاتف دول العالم لمواجهة الإرهاب، وناقش الجانبان سبل دعم العلاقات في كافة المجالات وأبرزها التعاون الاقتصادي. كما زارت ميركل الكاتدرائية ومشيخة الأزهر، حيث التقت بقداسة البابا توادروس الثاني وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لتختتم زيارتها عند الأهرامات، حيث حضرت مع الرئيس حفلا فنيا أقيم في إطار الترحيب بها في مصر. هذا وأكدت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي على قوة الشراكة بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، بالإضافة إلى 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الوزيرة أن التعاون الاقتصادي يشمل التدريب المهني وبناء القدرات مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي ورفع مهارة العمالة المصرية. شقق بالإسكان الاجتماعي للمغتربين. فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان عن موافقة مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي على توفير وحدات سكنية للمصريين العاملين في الخارج في 18 مدينة، وذلك استجابة منهم لمطالبهم وربطهم بوطنهم. ويشترط للحصول على الوحدات أن يكون الشخص متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، ويتم التخصيص وفقا للرغبات وطبقا لما هو معمول به في مشروع بيت الوطن لأراضي المصريين العاملين بالخارج. انتخابات الصحفيين بعد أسبوعين. فقد قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى 17 من مارس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية وهو 50% زائد واحد. كان ما يقرب من 1250 من أعضاء النقابة قد سجلوا في كشوف الجمعية العمومية التي كان من المقرر إجراؤها لانتخابات التجديد على منصب النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة. وفي حربها على المتاجرين بالسلع المدعمة، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين في فبراير من ضبط 151 قضية مواد بترولية ضبطت خلالها ما يقرب من 32 مليون لتر بنزين وسولار. كما تمكنت أيضا من ضبط 683 قضية أسطوانات غاز ضبطت خلالها أكثر من 62 ألف أسطوانة، بالإضافة إلى مئات القضايا المتعلقة بمخالفات المخابز والاستيلاء على أموال الدعم والغش التجاري. أكبر مشروع لصناعة السكر من البنجر. فقد استقبل السيد أشرف محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية لصناعة السكر النوران كل من النائب المهندس أحمد سمير صالح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان والنائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، وذلك في زيارة تفقدية للتعرف على المشروع العملاق الذي يتم إقامته على مساحة 1.8 مليون متر مربع في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ويعمل على إقامة 4 خطوط لإنتاج السكر من البنجر بطاقة إجمالية تبلغ 1 مليون طن سكر من البنجر سنويا. وعند اكتمال الخط الأول لهذا العام يتقلص العجز الحالي للسكر بنسبة 30%، ما يساهم في تحسين الميزان التجاري بنحو 200 مليون دولار تصل باكتمال ال4 خطوط إلى مليار دولار سنويا. عندنا أزمة قدرها 1 مليون طن في السنة، مصر بتعاني من 1 مليون طن في السنة، ومتنامي يعني كل سنة بيزيد 80 ألف طن. فخمس سنين من النهاردة 1 مليون طن عجز هيبقوا 1.5 مليون، فطبعا وجود صناعات بهذا الشكل ليها تأثير قوي جدا على سد العجز، بتعمل وف عملة أجنبية كبير جدا. انت بتستورد سكر في السنة بحوالي حسب سعر البورصات العالمية بس ممكن توصل لحوالي 700 مليون دولار سنويا،
فكل كيلو تقدر تنتجه هنا هوت، كل ما انت بتوفر عملة أجنبية وبتخلق فرص عمل وبتحسن مستوى معيشة المزارعين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.